في سابقة فريدة وتاريخية شارك 7 حكام من مصر في كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير الماضي وحتى 11 فبراير الجاري. الثلاثي أمين عمر ومحمد عادل ومحمد معروف شارك ضمن حكام الساحة، فيما ظهر الثنائي محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه كمساعدين، واختير الثنائي محمود عاشور ومحمود البنا حكمين لتقنية الفيديو. الكوادر المصرية 7 أعادوا أمجاد التحكيم المصري خلال مشاركتهم في العرس الإفريقي الذي شاهده مئات الملايين حول العالم، وتميزوا في عدد كبير من المباريات الهامة والمؤثرة. لجنة حكام كاف اختارت أمين عمر لإدارة المباراة الافتتاحية بين كوت ديفوار وغينيا بيساو، كما ظهر في مواجهة نصف النهائي بين نيجيريا وجنوب إفريقيا، كما تألق الثنائي محمد معروف ومحمد عادل في المباريات التي شاركوا فيها، ومنها لقاء كوت ديفوار ومالي المثير في ربع النهائي. أما محمود عاشور فقد حقق رقما قياسيا في البطولة بمشاركته كحكم فيديو في 11 مباراة، أبرزها النهائي بين كوت ديفوار ونيجيريا. عودة بريق التحكيم المصري بعد غياب طويل كان ثمرة للثقة التي عادت للحكام من خلال عدم استعانة لجنة الحكام المصرية بأي حكام أجانب في المباريات الهامة والمصيرية، وعلى رأسها لقاء القمة الأخير في الدوري الذي أداره محمود البنا. خرجنا من بطولة الأمم الإفريقية كمنتخب وطني، لكنه رجعنا بميدالية ذهب. أيوة رجعنا بميدالية ذهب، والميدالية دي مش بتاعت واحد بس، الميدالية دي بتاعت التحكيم المصري بالكامل، والميدالية دي بتاعت 7 اللي كانوا موجودين هناك. صحيح اللي توج بيها كابتن محمود عاشور أكثر من لاعب فار هناك في البطولة، لكنه بكل أمانة كلهم كانوا يستحقوها، لأنهم فعلا كانوا وجهة مشرفة للتحكيم المصري وللتحكيم الإفريقي وللتحكيم العربي. بنهنيهم على الميدالية، بنهنيهم على الأداء، بنهنيهم على التفوق، بنهنيهم على كل حاجة جميلة عملوها هناك. خلينا النهاردة بنكرمهم وبنقول لهم متشكرين، أخيرا عادت صورة حلوة للكرة المصرية متمثلة في الجزء الأول اللي هيكون معانا النهاردة. كابتن محمود عاشور الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا كابتن، وألف مبروك. الله يبارك فيك وموفق دايما. ربنا يخليك. احنا دايما بنقول 5 في عين العدو، احنا قلنا المرة دي 11 في عين العدو. بسم الله ما شاء الله، بالتوفيق يا كابتن عاشور دايما. الحمد لله رب العالمين. كابتن محمود البنا ألف الحمد لله على السلامة وألف مبروك. حبيبي يا كابتن الله يسلم حضرتك، حاجة جميلة وحاجة مشرفة والله. الله يبارك فيك. كابتن محمود أبو الرجال الحمد لله على السلامة وألف مبروك. الله يبارك فيك كابتن، بنسعد واحنا موجودين معاك على أونسبورت. أنا اللي بسعد بيكوا دائما وأبدا. يعني ايه اللي حصل؟ يعني 7 حكام مصريين، كلنا قلنا يعني ممكن ناس هتبقى يعني شكل، يعني مش هيلعبوا، ناس تبقى رابع ناس، لكن الحمد لله كلكم شاركتوا وشاركتوا بامتياز. لكن عاشور بالتحديد بعد ما كنت قاب قوسين او ادنى من الاعتزال، اذا بيك بسم الله ما شاء الله دلوقتي المرشح الاول لكاس العالم باذن الله. كنت في الاولمبياد اللي فات في البطوله دي موضع ثقه الجميع. احكي لي شويه، لانه من رحم المعاناه بيطلع التفوق والتالق والنجاح. انا طبعا بحمد ربنا سبحانه وتعالى اللي وصلنا ليه ده. انا بقالي 27 سنه حكم ما شاء الله، 17 سنه منهم في الدوري الممتاز ما شاء الله. قعدت دولي من 2011 ل 2017 حكم، وبعدين خرجت سنتين، وبعدين جت قائمه الفار في 2021. ومن 2021 دخلت قائمه الفار. الاولمبياد كانت 2020 في طوكيو، اتاجلت سنه. وانا بقول اتاجلت عشان خاطري. سبحان الله. والله سبحان الله. فرحت اولمبياد طوكيو 2021، بعدها امم افريقيه في الكاميرون، بعدها شان، بعدها امم افريقيه هنا. والحمد لله يمكن 5 فاينل لغايه دلوقتي. 5 فاينل واثنين افتتاح. بسم الله ما شاء الله. ده فضل من ربنا زي ما انت بتقول يا كابتن، ده تتويج لجهد سنين طويله، شغل سنين طويله ربنا اكرمني فيه. وهو في الاخر توفيق ربنا سبحانه وتعالى. موضوع بقى قصه طويله جدا. سببها التغييرات اللي بتحصل والاجانب اللي جم. الحقيقه يعني الاجانب الاجانب اللي جم
الناس مش اوير بالقصه شكلها عامله ازاي ولا بالناس اللي موجوده. يعني انت كنت هتطلع معاش مع اللجنه دي مع اللي فاتت مع الاول مع كلاتنبرج طبعا يا ويلك مش هيلعبك ماتشات في الدوري تاني. لا هو كده كده بيلعبش. هي كانت القصه بدات مع الاجانب اللي جت. انا يعني ما كنتش عارف الموضوع فين وانا مش بتاع خناقات ولا يعني اموري بسيطه وسهله ما عنديش مشكله خالص. ما اتلحقت ازاي؟ لا اتلحقت ازاي دي انا مش عايز اخد الحلقه بس لا خد لي دقيقه كده. طيب يعني انا بص صدفه طبعا انا حاولت طبعا مع المجلس قال لي احنا جايبين خبير اجنبي وطبعا خبير اجنبي هو جاي طبعا علشان خاطر حق اتصد يعني حق اتصد هو منصب سياسي يعني مش انما كتطوير احنا عندنا ناس قدهم 10 مرات فعلا لا خالص يعني الحقيقه يعني صرفنا دولارات صرفنا فلوس ملهاش اي قيمه ولا لها اي لازمه خالص والله العظيم لا والناس حاسه بده يعني اكيد الناس لمسه الكلام ده. فطبعا بدات الحكايه لا انت بالنسبه لي 45 سنه خلاص بطلت. ده كلاتنبرج ثم بريرا بعدها بقى كان مستر بريرا اخرنا 12 كنت انا محمد عادل اخرنا شهر 12 عشان حكام دوليين وما كنتش موجود في معسكر الاليت اللي كان اللي كان عامله مستر بريرا في الاول خالص. فطبعا زي ما قلت لحضرتك كان بتاع دوشه رحت رايح لاتحاد الكوره الاستاذ جمال علام انا عايز اعرف بس التحكيم ده بتاع مين مين بابا التحكيم في هنا يعني اكلم مين قال لي في ايه قلت له انا معسكر الاليت طلعت الاسماء وانا مش موجود فعايز اعرف ايه المشكله يعني انا مخلص شهر 6 نهائي الكونفدراليه راجع من امم افريقيا بلعب كل ماتشات في افريقيا فار مفيش سن موضوع منتهي. خلاص طبعا خلاص يعني فايه المشكله فالمهم تواصل هو مع حد في اللجنه يعني ف قال لي خلاص يعني بكره المعسكر تروح تعمل كشف الطبي ده ماشي. الاستاذ جمال علام طب كويس خلاص رحت تدخل كويس من رئيس طبعا طبعا ما انا انا بقول لحضرتك انا مش بتاع مش عايزين نخش في صدامات فرحت فقابلت مستر بريرا كان اول مره اتكلم معاه انا طبعا كنت مفنش الدوري لعب اخر ماتش كان الحدود وغزل المحله على الهبوط فقال لي انا مش مبسوط فبقول له ليه فقال لي لا انت لو في حاجه تيجي تكلمني قلت له هو انا حد كلمني تقول لي ان انت مش انا مش موجود السنه الجايه الطبيعي ان انت تستدعيني وتقول لي انت مكمل ولا مش مكمل وهتعمل ايه فالمهم يعني مشت الدنيا على كده وكملنا بعد كده في القائمه وانا عندي مقوله حد قالها لي من اصحابي يعني الطلب الهين بيضيع الحق البين الله حلو طلب الهين ضيع حق فانا على حق ما كانش عندي مشكله بس ومشت الدنيا من هنا والحمد لله انا لو حاسس كابتن اي حاجه محاس ان هو مش هيدي تاني او ما عندوش فرصه انا مش هقعد عشان احكم في الدوري المصري يعني في الاخر انا شبعت تحكيم لعب حوالي 330 مباراه في الدوري الممتاز فانا مش سنين بقى والحمد لله الواحد عامل اسمه بس انا مش مستني ان انا هقعد عشان العب في الدوري المصري ومش ليا دور مؤثر ودور فعال في الاتحاد الافريقي ولو انا حاسس الناس في الاتحاد الافريقي مش محتاجين محمود عاشور انا اقول سلام عليكم موضوع ده كلام جميل محترم. كابتن بنا انت اكتر واحد ظلمت وانا دايما بقول هذا الكلام 2019 كنت انت المرشح الاول وانا كنت في الاتحاد وكنت شاهد على ده بس طبعا انا دخلت متاخر شويه بس كنت موجود ايام بطوله الامم الافريقيه وفوجئت وانا عارف قصتك كلها لكنه هل حسيت ان ربنا سبحانه وتعالى بيرد لك حقك وبيرد لك اعتبارك بوجودك في بطوله كبيره زي دي وصحه انه لا ده الكابتن البنا تم استبعاده من البطوله بعد خطا في احدى مباريات الفار. طيب يعني السؤال على الاول الاستبعاد اللي قبل كده وانت في عز 2019 عز عزك ايوه يعني انت وبعدين العوده للفار وبعدين العوده تاني ما شاء الله بسم الله ما شاء الله وبعدين ماذا حدث في البطوله معاك انت حكمت 5 ماتشات ما شاء الله فار خمس مباريات فار يعني بص حضرتك انت كنت يعني حضرتك كنت موجود معايا في 2019 وكانت قصه طويله يعني مش عايزين نرجع ليها. رجعت بعد كده في 2022 بطولة الكاميرون وكنت متواجد فيها كحكم البطولة دي حتى دي في المعسكر الأولي كنت متواجد فيها كحكم موجود في في البطولة يعني المعسكر الأولاني كان إعدادي كان موجود في كوت ديفوار قبل البطولة بشهرين كنت متواجد فيها كحكم بصراحة يعني أثناء إعلان الأسماء يعني كانت مفاجأة بالنسبة لي اللي هي البطولة دي يعني عشان اكون صريح مع حضرتك لان يعني بس خلي بالك كابتن محمود دلوقتي بقى حكم الفار لا يقل اهميه على حكم الساحه خلاص اتفق مع حضرتك بس انا مش حكم فار
في الاصل. نعم. يعني كابتن عاشور ممكن يكون ال 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 الوضع تصنيفه ان هو بيلعب فار، حتى انا يعني في مصر ما بلعبش فار اصلا. نعم. قليل يعني مباريات كبيره، ماتش او اتنين تلاته في الموسم كله مش في فيعني انا بقول لحضرتك يعني لكن قصدي اقول لحضرتك مش طموحي. مش طموحي ان انا اكون متواجد، بس هو التواجد افضل من عدم التواجد. متفق مع حضرتك. بس انا يعني حضرتك بتقول لي انت هل شعرت ان انت يعني راجع بعض من حقك؟ ف يعني مفيش مشكله. لكن انا هرجع لسؤال استبعاد ومش استبعاد. هو بس لان النقطه دي انا غالبا طبعا يعني بتسال من يوم ما جيت، معلش مش من يوم ما جيت وانا هناك. حضرتك موجود ترد لي انا طبعا عارف الحقيقه، رديت. بس لما حضرتك ما ترد عندي برده بتبقى حاجه ثانيه. طبعا يعني. طبعا يا كابتن اتفضل. هو الوضع بيحصل ان البطوله فيها 68 حكم. نعم. ال 68 حكم دول مش معقول هيتبقى 68 حكم على على 8 مباريات متبقيه. ان البطوله بعد دور 16 بيتم تخفيض عدد الحكام للنصف. يعني لانه متبقي 8 مباريات. صح. فطبيعي ان الناس هتمشي. الناس هتمشي. طبعا. فاحنا دايما بنربط ان في كان عنده، مين قال ان مثلا ان الحاله كانت تستدعي كده او ده قرار لجنه مثلا. مظبوط. فما ازعجني طبعا تناول الخبر بالطريقه دي، ولغايه النهارده بيتم. لا بس والله يا كابتن الناس مقدرك جدا عشان تبقى عارف. انا عارف يا كابتن. طبعا طبعا يعني انا ممكن اقول حاجه بس سريعا عشان البنا. معلش. الناس مقدره حتى في اتحاد افريقيا والله. لا البنا والله يا كابتن احنا مع المسؤولين عن زون الشمال. بيقول لي احسن حكم عربي عندنا هو محمود البنا. حاجه جميله جدا 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 جدا، والناس كلها بتقدرك وبتحترمك. انا سالتك سؤال عشان ترد، لان انا عارف انه بقى فيه نوع من انواع المراره يعني، فانا قلت لازم لحضرتك ترد عشان نقفل الليله دي خالص. يعني كان في عدد حكام ناس مشيت، 8 كملوا، وكان معانا حكم مصري في الفاينل، فمش هينفع يبقوا بالظبط. وهو هو الاكثر تخصصا. نعم. والاكثر وجودا والاكثر خبره. نعم. راجل لاعب اربعه فاينل. لكن بصفه عامه كنت سعيد باداء زملائك في البطوله كابتن؟ طبعا. نعم. طبعا يعني انا سعيد جدا. لان هم احنا تيم واحد بدانا. أيوة. البطوله حتى بمباراه الافتتاح كنا ست. نعم. حكام مصريين. نعم. وده ما اعتقدش ان البطوله كان يعني حصل فيها ان ست حكام كانوا من جنسيه واحده. نعم. بيديك مباراه افتتاح ده شرف كبير، لان هو بيعطي الطقم اللي هو بعد كده هيبدا. نعم. يمشي الخط عليه طول البطوله. كابتن محمود سمعتك اعتقد مع زميلنا هاني حتحوت ان لم اكن مخطئ يعني، وانت بتتكلم بتقول مش معقوله احنا ربنا الناس سلك على التالق وعلى وعلى، فالناس بتبقى فرحانه بيكوا جدا جدا. انا ببقى سعيده الاقي محمود ابو الرجال مساعد، الاقي عاشور، الاقي البنا، الاقي امين عمر، الاقي احمد حسام طه، الاقي محمد عادل، الاقي محمد معروف مع حفظ الالقاب طبعا. سامعك وانت برضو عندك حته مراره. يا جماعه احنا بنلعبش كتير، يا جماعه احنا بنقعد فترات طويله جدا جدا جدا، وحسيت بمدى المراره. انا نفسي وانا لعيب لما بتلعب لي ماتش وتقعدنا ماتش ببقى هتجنن يعني. ايه اللي بيحصل عشان القصه دي تتظبط؟ والله يا كابتن التحكيم زيه زي يعني الحكم زيه زي اللاعب. محتاج دايما تبقى رجلك في الملعب علشان حسيت مباريات. انت بتتمرن، بس بتتمرن بدون ما تلعب او تلعب ماتشات وديه بس، ده مش حاجه تنجحك. انت محتاج تجهز كويس جدا عشان لما التجانس بتاع طاقم التحكيم او قرارات في الملعب بتدي نفسك ثقه، قرار ورا قرار ورا قرار، توفيق ورا توفيق ورا توفيق. يدي نفسك ثقه ان انت تدخل الماتشات الكبيره وانت ما عندكش مشكله، عندك ثقه في نفسك وتبقى جاهز. صحيح. فهو ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه يعني على فترات اللي فاتت. احنا بنلعب على فترات طويله، واحنا اتناقشنا مع اللجنه واعتقد ان هم يتداركوا ده الفتره اللي جايه يعني، لان الدوري وقف كتير برضو. بس هو الراجل دايما بحس انه مصمم على موقفه يعني، انه لا والتصنيف يخص التصنيف. انت الحكم خبير ما شاء الله يعني، قصه التصنيف دي موجوده بره ولا لا؟ ولو موجوده هل بتطبق بنفس المعيار اللي موجود في مصر؟ كابتن احمد احنا بنتكلم ان الاتحاد المصري بيجيب مدير فني لفريق او بيجيب مدير تخصصي للجنه حكام. احنا بنحاول نشتغل في الحته بتاعتنا اللي هو الحكم. نعم. لكن يعني احنا في حاجات بنحاول نعملها بس تنقصنا حاجات كتير جدا. انا دايما اطلع في اي مكان اقول اجواء النجاح الدايره بتاعت يعني، احنا بنحاول نعمل الحاجات المثاليه اللي عايزين نقول احنا بنشوفها بره، بس احنا برضو ناقصنا. احنا يعني ما ينفعش انت تيجي على بلد زينا فيها الاف الحكام وتعمل سيستم. طبعا ده حاجه كويسه جدا. نعم. ولازم تغيير عشان الدنيا ماشي. تمشي، لكن الدنيا بتمشي بهدوء واحده واحده، بحيث ان برضو يعني
في حكام كبيره وفي حكام عندها خبرات بتاخد فرصتها وفي حكام جايه في الطريق. المفروض الحكم يلعب مثلا كم مباراه في الشهر؟ يعني الحكم مش اقل من 3 4 مباريات. انتوا بتلعبوا بمعدل قد ايه؟ انا عندي تعليق بس على كلام محمود. السؤال حضرتك سالته ان هو موضوع التصنيف ده موجود بره ولا لا؟ موجود كويس. الدوري الانجليزي بس في ضوابط مختلفه. بمعنى 15 حكم بيديروا الدوري الانجليزي هم مش 38. عشان كده بنقول هتلاقي الحكم بيلعب النهارده حكم والاسبوع الجاي هتلاقيه رابع هو نفسه وحكم كبير. ايوه اوليفر اي حكم كبير جدا هتلاقيه حكم رابع. عشان كده بس هم دول اللي بيديروا. تمام. بس عشان كده بنقول ان احنا عندنا يعني تصنيف موجود بس ما ينفعش يتطبق يعني زي بره لان احنا ضوابطه مش يعني بدوبط. في حاجات بدوبط. مش موجوده عندنا. نعم. نقدر نعملها لكن احنا يعني بنشتغل مع اي حد. نعم. لكن دايما اطلع اقول عندنا قامات كبيره جدا عندنا في مصر قامات كبيره جدا. تاني مره تسمعوا الكلمه دي في اقل من ربع ساعه من حكامنا. ليس طعنا في احد ولكنه تأكيد على الكفاءات المصرية. فاصل ونرجع تاني. اهلا بكم من جديد في هذه الحلقة التكريمية لنجومنا في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة حكام مصر اللي كانوا متفوقين ومتألقين في هذه البطولة. سؤال هو ايه اللي بيحصل في الدوري المصري بالنسبه لكم؟ يعني الناس كلها ما فيش حد ما اجمعش ان الحكام المصريين سواء حكام الساحه او الحكام المساعدين او الفار او اللي قاعدين على القهوه اي حد كله كان زي الفل. ايه اللي بيحصل في الدوري المصري يا كابتن عادل؟ لا في جمهور ولا يحزنون والدنيا 100 فل و14. طيب قول لي بقى انا حابب صراحتك عشان كده اديتك انت السؤال ده. لا نعم. عشان انا اطلب بلاش انا الاول. يلا لا يلا انت الاول. بص كابتن اولا الاجواء العامه. نعم. انت الحكام دول اللي حكموا في امم افريقيا في ثقه فيهم الاتحاد الافريقي كبيره جدا جدا جدا. ماشي. انت محتاج هنا احنا هنبني يعني مش عايزين نرجع لورا احنا عايزين نبني على الثقه اللي الناس اخذتها واللي الناس اول مره تتلم على حكام مصر بالطريقه دي وتتلم ان شايفه ان الحكام ده صحيح. حاجه ده صحيح. حاجه كبيره جدا وفرحانه بيكم والله. ما هو ده احنا. نعم. ده اللي حاسينه كابتن. واحنا كويس. احنا محظوظين ان احنا نتحط في موقف زي ده مش محمود عاشور ده احنا 7 حكام. نعم. احنا فرقه يعني احنا تيم. صحيح. عاملين شغل كويس. لو عملنا ماتش فوتسال انتوا تنزلوا تلعبوا تكسروا الدنيا. نعم. فاحنا عايزين نستغل ده. مش عايزين انا معاك المستوى مختلف. ايوه. والاجواء مختلفه. وبنتكلم بقى في اجواء وبنتكلم في تصوير وبنتكلم في ملاعب وبنتكلم في ماشي. في منافسه ان كل واحد فينا في البطوله دي عايز يوصل لابعد نقطه. نعم. التركيز اعلى. احنا علينا جزء. ايوه. كحكام معاك المستوى ده لازم يبقى ليه مردود هنا في الدوري المصري. نعم. ولازم يبقى فيه مستوى اعلى من كده. نعم. ده مسؤوليه يعني جزء منه علينا كحكام ان احنا لازم الكلام ده نثبت ان احنا فعلا الحكام اللي كانوا في امم افريقيا دول هم اللي بيحكموا في الدوري المصري. بس مطلوب واحد تحمي حكامك دول. ما نبقاش احنا اول كبش في ده في اول غلطه. يعني انت توقفت كم مره في الدوري المصري يا كابتن عاشور؟ ده انا اتشلت من القايمه مش توقفت. توقفت ايه ده؟ انا اتشلت من القايمه. انا 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 يعني احداث ما انا مش عايز احداث. نعم. حصلت. انا واجهت لوحدي. ايوه. قعدت سنه. طبعا. انا اتحطيت في وش المدفع واجهت لوحدي. فانت عايز من اي حكام لما يشوف معلش واحد زي محمود عاشور بقاله 17 سنه بيحكم ولا 18 سنه في الدوري الممتاز حصل له موقف كله رفع ايديه محدش عارفه. انت عايز الحكام تعمل ايه؟ لا ما كابتن بنا هي ماتشات بره اسهل ولا اصعب؟ يعني لما تبقى تبتزي دماغك يعني خلاص مش هكمل السؤال. لا يعني لا قول لي لا بالعكس يعني انت هتوفر على ما هو يعني تقريبا يعني بره في حضور جماهير. ايوه. في زحمه وفي تعصب على فكره. بالعكس. الحضور الجماهيري والتعصب والسبوت اللي محطوط على الماتش ده بيدي دفعيه كبيره للحكم. بتتكلم جد؟ والله. يعني انت مثلا 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 افرض مثلا 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 يعني عشان ما اقولكش شوبير بيحط طحم التحكيم. خدت الاهلي والزمالك اللي جاي والملعب على عينه قمه المتعه. انت بتتكلم جد ولا بتهزر؟ دي امنيه حياتي. يعني انا لو رجعت لاحسن مباراه لعبتها في حياتي رجاء والوداد يا كابتن. رجاء والوداد في المغرب في وسط 50-60 الف. بس ده بره مصر يا باشا. انا هنا يا حبيبي. انا بره مصر انتوا 10 على 10. انا بتكلم هنا مع الضغوط اللي موجوده في مصر. يعني انت لو او الجمهور المصري. هو عاشور قال نفس خد حضرتك دلوقتي الضغوط بره زي جوه. انا ليا اجابه مختلفه شويه عن عاشور في الموضوع. نعم. انا شايف ان الحكم او احنا كحكام بصفه عامه. أيوه. ان المستوى واحد.
جوه زي بره. بس انا بشوف حتى الاجابه دي انا قلتها لحد قريب وما عجبتوش يعني. بس ده رايي الشخصي ان 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 انا شايف ان احنا التحكيم المصري هو بره زي جوه. بره عندنا اخطاء وجوه عندنا اخطاء على فكره. بس الناس شايفانا العين هي اللي مختلفه. انت شايفك بحياديه اكتر شايفك بأريحية اكتر. لكن في مصر الانتماء شويه الانتماء شويه لما فرقه بتخسر مع البنا او بتخسر مع عاشور فبيشوف ان هو حاجه صعبه. يعني لا ده احنا حكامنا بتروح زعلان لما بتتهاجم مثلا بعد مباراه للاهلي او مباراه للزمالك بالتحديد يعني ويقولوا ان الكره دي كانت بينالتي الكره دي كانت جون الكره دي كانت فاول الكره دي او ان محمود البنا اثر على نتيجه المباراه. لا انا مش حكايه زعلان بالعكس انا ممكن ازعل من نفسي لو الكلام صحيح. لكن هو في بعض الاحيان اللي ممكن يزعلني ان الكلام غير صحيح. ان الانتقاد غير مبرر. الانتقاد على كده. الانتقاد اصلا في بعض الاحيان في حد بينتقدك شخصيا بشخصك فهو ده اللي بيضايقني في بعض الاحيان. لكن لو بتتكلم بالقانون وبالاعتبارات وقلت لي اللعبه دي محمود البنا غلط فيها عشان طبق القانون غلط فيها انا متفق معك. لكن تتكلم لان التحكيم زي ما عاشور بيقول من ابديتنج لازم كل يوم بفيه جديد. في بعض الاحيان حد يحلل لك حاله وهو مش ابديتنج على اللعبه غير الاعتبارات اتغيرت. طيب كابتن محمود الاثنين قالوا توفير الحمايه للحكم. يعني ايه توفير الحمايه؟ يعني يجيبوا لكم عساكر يحموكم ولا يجيبوا لكم صحفيين يفضلوا طول الوقت يتكلموا عليكم ولا يجيبوا لكم مقدمي برامج يفضل طول الوقت يقول احلى تحكيم اعظم تحكيم اروع تحكيم؟ توفير الحمايه يبدا من المسؤول عنك كلجنه حكام واتحاد كوره. ده موجود ولا مش موجود؟ ثم بعد كده لا ده موجود ولا مش موجود؟ هكمل. لا والله ده سؤال ليكم كلكم. انا هكمل والله كابتن علشان اللي مش هقول حقيقه تتكروت. انا هكمل وعليكوا شويه يا كابتن قصدي احسن فرصه الكلام لحضرتك وعليكوا الناس شوية. كلها ملتفه حواليكوا دلوقتي محدش هيحاسبك. انت حضرتك بتقول التحكيم اسهل هنا ولا بره؟ انا بقول لحضرتك كل ما بترتقي بمستوى التحكيم بيبقى اسهل. ليه؟ لان كل واحد بيبقى عارف حدوده. يعني ما تروح كاس العالم بيبقى احسن. ليه ما تروح الاولمبياد بيبقى احسن؟ ليه بقى؟ لان انا عارف ان انا لان انت كلاعب ومدرب واي حد في المنظومه كجمهور اللي بيغلط العقوبه فوري. فمحدش بيفكر وبالتالي العقوبه هناك فوري. ايوه طبعا. فاي لعيب يعني زي ما بتلعب في الدوري ممتاز غير لما بتلعب في محترفين غير لما بتلعب في القسم الثاني غير لما بتلعب في القسم الثاني. كل ما بترتقي بالمستوى كل ما اولا بتحس بالمتعه اكتر. والضوابط على اللعيبه والمدربين والحكام وعلى الجميع المستوى بيرتقي. وبالتالي يعني روح كاس العالم هتلاقي ما بتبقى زهقان وانت بتحكم في الدوري المصري؟ قول لي بصراحه. لا بالعكس بالعكس بالعكس. انا بستمتع باي ماتش بحكمه. ولو ما استمتع لما نجحتش ان انت تدخل ماتش عشان تستمتع يبقى انت كده. طب النغمه اللي بتطلع في مصر محمود ابو الرجال ده من الاسماعيليه والاسماعيليه والاهلي والمش عارف مين والزمالك والقصه والحواديت دي مواضيع بتضايقكم يا كابتن محمود؟ مواضيع بتضايقنا لان احنا يعني لو بنحكم ماتش بين اتنين اخوات هنشتغل شغلنا. لان في الاخر كنت مع حضرتك حلقه قبل كده هنا قبل كاس العالم او بعد كاس العالم مش فاكر وقلت لحضرتك اهم حاجه لاي حد فينا النجاح. هو عايز ينجح عشان يروح لابعد حته. وبالتالي انا مش هسمح لحد ان هو انا لما بغلط ببقى غلطت لان انا فعلا عندي سوء تقدير في الحاله دي وبتبقى وعدم توفيق. انا مره سالته على مباراه قال لي بص ما تكلمنيش في المباراه دي انا ما كنتش. ايوه دي حقيقه. قال لي انا ما كنتش في حاله. طب خليني اجي لك انت خلينا نتكلم بس في اهلي والزمالك تاني. انت لعبت كم ماتش اهلي وزمالك؟ اتنين. نفسك تلعب التالت؟ العاشر. ما بتقلقش يا كابتن مع الحاله اللي موجوده السوشيال ميديا والخناقات اللي موجوده دي كلها؟ بالعكس انت بتكتب لنفسك سي في يعني مش هيتكرر تاني. يعني انت حضرتك انت عملت قبل كده يعني تقرير قبل المباراه اللي لعبتها الثانيه وانا معلومه قلتوها انا يعني ما كنتش اعرفها اللي يعني هي ان انا يعني الحكم اللي لعب مباراتين اهلي وزمالك منذ كام سنه صحيح. فوق ال 50 او 58 سنه مظبوط. فانت لما بتعمل تاريخ لنفسك ممكن ما يتكررش مره ثانيه. يمكن الظروف سمحت دلوقتي للجيل بتاعنا انه يلعب اهلي وزمالك. الاجيال اللي قبل كده ما كانش عندهم الظروف دي. طيب خليني اسالك برضو سؤال مهم. الشواهد كده بتقول انه ان شاء الله باذن الله بدون مقاطعه امين عمر واحتمال معروف ومحمود ابو الرجال واحمد حسام طه ومحمود عاشور فار في كاس العالم. الشواهد بتقول كده. انت خدت خبطه بنت 60 في 70 في كاس العالم اللي فات والدنيا خلاص والاسم اتبعت والقصه وفي الاخر اتشالت. ليه انا ما اعرفش لحد دلوقتي.
بس دي ما كانش حد من مصر. لا أكيد. هو لا 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 هو انا قصدي بقى دول بقى نوفر لهم الحمايه ازاي، نحطهم في الحضانه زي ده الفريق بتاعي في كاس العالم. ابو الرجال بيبص لي آه. لا مش هقول في النادي. لا لا كابتن، هو طبعا الحمد لله في ثقه من الاتحاد الافريقي كبيره جدا. الناس اللي ماسكه دلوقتي ناس محترمه جدا، شغاله على الحكام البرفورمانس او المستوى اللي ليه حق بياخده. احنا لعبنا المباراه الافتتاحيه، قعد معانا عضو لجنه الحكام قال ما فيش حد ليه فضل عليكم، مستواكم اللي خليكم تلعبوا المباراه الافتتاحيه كويس، فما حدش ليه فضل عليكم. فاحنا دلوقتي احنا في اتحاد افريقي اللي هو بيرشح لكاس العالم احنا موجودين وبناخد احسن مباريات وما عندناش مشكله خالص. الموضوع ما بيمشيش انت فاهم يعني كل ده كاس عالم. ايوه تسع حكام هيروحوا، واحد ريزيرف واثنين فار او ثلاثه فار. احنا كابتن محتاجين حد، لازم دعم الدوله، لازم دعم. ازاي؟ ما اقول لي ايه المطلوب؟ ما اقول لك اقول لي بواقع خبرتي يا كابتن. أيوة. في ان انا الموضوع حضرتك فاكر كنت بلعب مع طقم. نعم. ولما جيت اروح كاس العالم رحت مع طقم تاني خالص. مظبوط. وانا قلت لهم حضرتك كان سكازو وباين ولا كان جاني ولا كان جسام. جسام قلت لهم برجع حظ. وحضرتك قابلتني وقلت لي انا كنت اتمنى ان انت طبعا حتى مهندس هاني مريده قابلني وقال لي نفس الكلام. لكن الموضوع محتاج قوه في الاتحاد الافريقي، قوه في الاتحاد الدولي. الاتحاد المصري يظهر الناس اللي عايزها تبقى من دلوقتي يشتغل عليهم، اظهرهم للناس كلها. الخص ده الموضوع محتاج هنا بوريد بس كده بالاخر كده انه على طول انا بجيب من الاخر. طبعا عنده عضو في الكاف وعضو في الفيفا وهو راجل مؤثر وهام، وكلنا بنتكلم على فوز لقجع وقوته مهم جدا هنا بوريد. تعال نشوف بس. نعم قول. ومحبوب يعني كل اللي حواليه. ماشي خلاص نروح بسرعه للتكريم واخد من كل واحد منهم كلمه اخيره. يلا بينا ما تسكر العيال اللي هناك. ده التكريم يا جماعه النهارده. يعني انا عايز اخد منك كلمه اخيره يعني التكريم ومعناه وعايز تقول ايه. يعني كل واحد نص دقيقه اتفضل. طبعا احنا مبسوطين جدا. نعم. تكريم النهارده اتحاد الكوره، تكريم معالي وزير الشباب والرياضه بنشكره. يعني زي ما قلت لحضرتك ده بالنسبه لنا احنا محظوظين ان احنا نبقى في الموقف ده. الحكام اللي ادت دي نتاج عمل كبير جدا من لجان سابقه. شايف من الكلام القشه ده؟ لا والله. قول لي انا قول لي في 10 ثواني بقى دلوقتي عايز كذا. خدت فلوس؟ لا اخدنا فلوس. طيب حلو. ما عندناش مشكله في الفلوس. اخيرا قعدت احارب عشان محمود ابو الرجال ياخد فلوس في التكريم. لا 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 احنا اخدنا فلوس وتمام يعني ما فيش مشكله. الحمد لله. اتعشت يعني؟ زي الفل. طيب 100 100. طيب قول لي هتقول حاجه؟ هقول عشان وقتك خلص. حاضر يا كابتن. متاسف عشان في 3 طب خلاص خش يا كابتن. لا قول. لا قول. انا محتاجين زي ما قلت لحضرتك دعم الاتحاد، دعم الوزاره، الناس تثق فينا. حلو. الاعلام يثق فينا. ماشي. احنا هنبدا من هنا. جميل زي الفل. كابتن بن انا سعيد جدا بالتكريم ده. سعيد. نعم. اكتر بالتفاف الشارع حوالين التحكيم المصري. جميل. و نعم. وكمان الالتفاف ده بين اهميه التحكيم والدور اللي هو بيلعب فيه في كابتن ابو الرجال. بشكر معالي وزير الشباب والرياضه الكره اشرف صبحي. وبشكر اتحاد الكره على اللي عملوه معانا النهارده والاعلام كله اللي وقف في ظهرنا. بشكر والدي ان هو حطيني على الطريق. نعم. عايز اقول ان احنا في مصر عندنا حاجات كتير جدا كويسه في التحكيم المصري. الناس لازم تدي الفرصه للتحكيم المصري ان هو يشرف مصر زي ما احنا عملنا في البطوله دي. بشكرك كابتن محمود ابو الرجال، بشكرك كابتن محمود بنا، بشكرك كلكم. محمود كابتن محمود عاشور لسه فاضل لي كابتن محمود عمر وكابتن محمود معروف كابتن محمود حسام طه كابتن امين عمر كابتن محمد معروف كابتن احمد حسام طه بعد الفاصل.
اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين، وهذه الحلقه التكريميه الحقيقه لوجوه مصر المتالقه بشده في بطوله كاس الامم الافريقيه، رغم حزن الشارع المصري على توديع منتخبنا الوطني للبطوله مبكرا، لكن كانت في حاله من السعاده والرضا والارتياح على اداء منتخبنا، على اداء حكامنا في هذه البطوله. خلينا نرحب بالكابتن امين عمر. مساء الفل يا كابتن امين. مساء الفل يا كابتن احمد، وسعداء اللي احنا متواجدين مع حضرتك. الحمد لله على السلامه والف مبروك. الله يكرمك يا رب. الله يخليك كابتن احمد حسام طه، مساء الفل عليك والحمد لله على السلامه والف مبروك. شكرا يا كابتن شوبير، مبسوطين جدا ان احنا مع حضرتك النهارده. الله يخليك يا رب. كابتن محمد معروف، دكتور محمد معروف. دكتور محمد معروف دكتور في كليه التربيه الرياضيه في شمال سيناء، مش كده؟ جامعه العريش. جامعه العريش. نعم. ما شاء الله منور ومشرف والحمد لله على السلامه ومبروك. الله يسلمك يا فندم، الله يبارك فيك. الثلاثي ده وكان معاهم كابتن محمود ابو الرجال وكابتن محمود عاشور، مباراه الافتتاح، ماذا تمثل مباراه الافتتاح للبطوله ككل؟ وهل كانت مفاجاه بالنسبه لكم؟ وعرفتوا امتى ان انتوا هتلعبوا المباراه؟ وحضرتك تم ابلاغك ازاي وامتى؟ وهل كانت مفاجاه حلوه بالنسبه لك؟ طبعا في البدايه احنا كنا في معسكر قبل البطوله، قبل ماتش الافتتاح كان. نعم. في معسكر اسبوع قبل مباراه الافتتاح بثلاث ايام. اللجنه بتعمل الروتيشن. نعم. فبتبتدي تركز على طقم معين عشان يبدا يلعب مباراه الافتتاح. فحطوا ثلاث تطقم بجد، كان طقم من مصر. أيام؟ آه. هم بيجهزوا، بيشوفوا مين الاكثر جاهزيه، مين الاكثر تفاهم، مين الاكثر تناغم ومتفاهمين مع بعض. حلو. وهم اللي هيبتدوا ايه يركزوا عليه. فكان في طقم من مصر، كان في طقم من المغرب. كان بملك تسيما الحكم الاثيوبي، وكمان في رابع كان جانجاك نادالا. نعم. كونغولي. الكونغولي قبل الماتش ب 48 ساعه. فبنلعب ميني ماتش. يعني كل حكم بيلعب 10 دقايق، ففي ال 10 دقايق ماشي. انتوا بتلعبوا مع بعض يعني الحكام ولا لا؟ احنا كطقم كان كان امين حكم واحمد حسام وابو الرجال والفار كان عاشور والبنا. الماتش بيبقى بين الحكام وبعضهم؟ لا لا لا، ماتش فرقتين. بنجيب فرقتين لعيبه وبنلعب ماتش كامل. والله في الملعب كله بحالات بالفار. ولو في اي يعني حاجه يعني بقول لكم فرقتين من كوت ديفوار وانتوا الفرقتين من او من دي 1 والله لغايه النهائي ده موجودين. موجودين. اوكي. لعيبه موجوده بنشتغل كل يوم عملي، بتلعب ميني ماتش. فشافوا مين اكتر طقم متفاهم وجاهز. فابتدوا يركزوا عليهم. فاحنا حسينا من الروتيشن اللي بيتعمل كل يوم في البرنامج اللي احنا هنلعب الماتش ده. والله عاشور قال لي خد بالك ركز في الميني ماتش. ناصح. طبعا. خبره ناصح. قال لي خد بالك ركز في الماتش، في الميني ماتش ده. عشان ده اللي هيخليك تلعب الافتتاح. انا بصراحه كنت رايح ما كانش عندي في دماغي. لا خالص. خالص اللي انا العب مباراه الافتتاح. فلما ربنا كرمنا وخلاص يعني تم الاتفاق اللي احنا هنلعب ماتش الافتتاح. طبعا مسؤوليه كبيره علينا طبعا، لان دي بدايه البطوله، دي عنوان التحكيم في افريقيا. صح. ثقه الاتحاد الافريقي فينا، طاقم تحكيم مصر بالكامل، حاجه كبيره وشرف لينا طبعا. كابتن احمد حسام طه، وانت بتلعب متدفي بالكابتن امين وكابتن ابو الرجال وكابتن معروف بره وكابتن عاشور على الفار، بيبقى اريح لك ولا لو في طاقم تاني، واحد من الكونغو، واحد من السنغال، واحد من ليبيا، كلهم اخواتنا وحبايبنا طبعا، بس ايهما افضل بالنسبه لك؟ لا طبعا الافضل ان انا العب مع التيم اللي انا في تجانس بيننا، بنلعب بقالنا سنين مع بعض. وهو بالفعل في البطوله دي يا كابتن انا لعبت ماتش مع طاقم كونغولي، كنت انا مساعد تاني في المباراه دي. لا طبعا بحس ان انا فعلا وسط الناس اللي انا متربي معاهم في التحكيم. بقالنا سنوات بنلعب مع بعض. اكيد طبعا بنفهم بعض، بنعرف امتى نتواصل. امين فهمني وانا فاهمه. وكذلك بقيه الطاقم. لا طبعا بتفرق كتير اللي في المباراه الافتتاحيه وزخم والناس مستنيه وانتوا مش عارفين هتلعبوا او مش هتلعبوا. يمكن الفاينل بيتقال قبلها بشويه بثلاث ايام تقريبا، بيبقى بدري شويه. لا زي 48 هو هو يعني هو مباراه الافتتاح بتتعامل زي مباراه الفاينل، مش كده؟ من ناحيه الاهميه اكيد يا كابتن. اكيد. وكمان انا بشوف ان مباراه الافتتاح هو ده الرساله الكاف، رساله الكاف لعنوان البطوله. الحكام هي دي حكامنا، الجمهور والاجواء والرطوبه والحراره والحاجات دي.
ما بتقلقكوش شوية؟ الحقيقة كابتن هو بتبقى أجواء ممتعة جدا، ممتعة جدا، وبتطلع أحسن حاجة عندك. ليه؟ لأن يعني أولا كابتن هو عشان إحنا ما عندناش جمهور أو بيخش بأعداد معينة، ده أمر بيزعلكم أكيد طبعا. لكن احنا زمان كانوا بيمسكوا المساعد ده يقطعوه انا فاكر يعني ده انا ليا مواقف يعني. والله طبعا لحقت الشتيمه والحاجات دي برضه لحقتها لان انا بحكي في دوري ممتاز من 2000 مره كنت بلعب في يعني مع جمهور بحبه جدا يعني خارج القاهره فانا عامل ماتش كويس قوي فالجمهور كل شويه شوبير ترارتت شوبير ترارتت واخد حضرتك فانا عمال اصد وماشي كويس فسكته فطلعت الكره طلعت بره فقلت لهم سكتوا ليه لا كملوا انا ماشي كويس اتفضل يا كابتن فطبعا كابتن شوبير لا يعني مستمتعين بنبقى مستمتعين وعلى فكره زي ما قلت لحضرتك احنا عندنا هنا ما بنلعبش بجمهور ولكن احنا بره عندنا مباريات كتيره بيبقى الاستاد فل كتير فده ما بيعملكوش اي شد عصبي ولا حاجه بالعكس خليكم مستمتعين اكتر طبعا احنا بنستمتع اكتر بالمباريات الجماهيريه ده بيخليكم نفسكم الجمهور يرجع تاني في مصر اكيد ده حلم ان حلم. الجمهور المصري ان شاء الله يرجع عشان يرجع الدوري المصري في مكانته القويه تاني ان شاء الله انجولا موريتانيا كابتن معروف عملته زي ما الكتاب بيقول يعني اعتقد خد تقييم كويس انا بعرفش طبعا الدنيا شكل ازاي لكن احنا حبا ثقه فرحه كنا بسم الله ما شاء الله شايفينك زي ما شايفين كل زملائك بشكل كويس جدا يعني انا شخصيا طلعت في البرنامج كان 2023 قلت انا شامم ريحه حكم مصري في النهائي فمحمد عادل خد ماتش فله وامين عمر خد سيمي فاينل فله فقلت يمكن معروف فما لقيتكش في الفاينل وما لقيتكش حتى في ماتشات قبلها ايه اللي حصل انت ما شاء الله التصنيف عندك عالي جدا كاس العالم للشباب ماتشات مهمه جدا في البطولات الافريقية موجود كتير في مباريات كرابع او 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 لكن كنت حاسس ان انت ممكن تاخد اكتر من كده شوية ولا عشان تاني بطولة بس ليك لا هو حضرتك اولا بعد كاس عالم الارجنتين نعم الحمد لله رب العالمين انا قبلت بلاء حسنا فيه نقلة تانية خالص بالنسبة لكابتن محمد لعب ثلاث مباريات وكنت مرشح بقوة ان انا العب الثالث والرابع مزبوط وفضلت لغاية اخر يوم في البطولة فمن هنا نقطة ومن اول السطر حلو بعد البطولة دي كان قبلها طبعا الكان رحت الكان التحق بالولاد ما كنتش موجود وبعد كده ربنا كرمني ورحت ورحت حتى ما حضرتش الجري ولا حضرت القرص انا رحت حكمت على طول في كورونا ساعتها ومشكلة ولعبت مباراة قوية والحمد لله قبلنا بلا حسن بعد كده ودلوقتي خلاص اتكتب لك في السي في بتاعك ما شاء الله لعبت بطولتين افريقيتين لسه السن صغير لسه قدامك كتير الحمد لله لعبت الشان والكان وبعد كده كاس العالم الارجنتين من بعد كاس العالم الارجنتين لازم بقى خلاص تروح على شوف انت رايح فين نعم. البطوله دي طبعا كانت مهمه بالنسبه لي الكان اخر اللي هي الامم افريقيا احنا بنبص دايما على الكيف وليس الكم نعم. بمعنى ان انا لعبت مباراه لابد ان انا اكمل نجاحات زمايلي يعني الحمد لله لعبنا الافتتاح مع اخويا امين عملنا مباراه كويسه كابتن عادل لعب مباراه بعد كده لابد ان انا برضو اكمل نجاحات زمايلي صحيح فاحنا بنبص على بس بتبقى زعلان شويه يعني حاسس انه لان برضو احنا شفنا بعض الحكام مستواهم مش قد كده يعني هقول لحضرتك حاجه نعم. فعلا طبعا بشر دي وجهه نعم. نظر لجنه نعم بنحترمها جدا بس احنا بشر في النهايه انا ممكن العب مباراه ادي مباراه 100% وممكن العب مباراتين اخطا في مباراه مظبوط فانا انه الاحسن ان انا العب مباراه ولا العب مبارتين يبقى عندي خطا صحيح. لا يفضل ان انا بطوله اتحسبت لي وان انا العب مباراه انا كان طموحي ان انا ممكن ان انا استنيت حتى في ناس من بره مصر كلموني قالوا لي احنا اتفرجنا على مباراتك ما عندكش استنيت لحد الاخر وسنيت قبل النهائي قبل النهائي نعم وانتظارك ده معنى كده ان انت اكيد في مباراه لكن وارد ان انت تبقى يعني على طاوله المفاوضات بعد كده تتفاجئ ان انت حلوة. ممكن حد يجي يخش ده وارد كنت متوقع رد الفعل في الشارع ده على التحكيم المصري يا كابتن معروف ولا شايف انه الاعلام لاول مره من فتره طويله بيقوم بدوره بجد انه التحكيم المصري وان احنا بنساند بقوه هذا التواجد وهذا النجاح كابتن شبير خلينا نتكلم في حاجه مهمه قوي عشان ما ننساش ولابد ان احنا ننسب الحقوق لاصحابها ولا تنسوا الفضل بينكم خلينا نتكلم عن الدكتور اشرف صبحي بخلاف ان هو طبعا استاذي كتربيه رياضيه ومعلمي وان هو كان سبب
وحضرتك كنت متواجد في الدكتوراه الشرف على فكره وتهاجمت انت عشان محمد معروف على راسي لا تنسوا فضل بينك انا بتكلم مع حضرتك لان انا محمد معروف كان بيناقش رساله الدكتوراه ورحنا للدكتور اشرف صبحي والراجل قال له هناقش لك الرساله في مقر الوزاره ومن المرات النادره تقريبا اول مره واول واحد يعني ففي البعض الامر ده ازعجهم وهذا الامر اسعدني جدا اتفضل يا كابتن كمل فلا تنسوا فضل بينكم الراجل ده فاتح بابه فاتح مكتبه على طول مش لي انا تمام. بس للحكام كلها جميل فبالنسبه للاعلام احنا مش متعودين للامانه ايوه في دعمين احنا مش عايزين نذكر ان احنا كل الاعلام سلبي صحيح في ناس في ناس وحضرتك واحد منهم وناس كتيره وكابتن ابراهيم فايق وناس عشان ما ننساش بس حد في ناس داعمين لا نقول بقى سيف زاهر ونقول بقى الناس طبعا يعني ما ننساش اخواتنا هنا طبعا كلهم فاللي انا بتكلم فيه يا كابتن احمد هو ان كنا مفروض ان احنا بنشوف دعم اقوى لا احنا مش متعودين على اللي اول على مره حصل ده اول مره نشوف حاجه زي كده للامانه شعور لا يوصف لا مني ولا من زمايلي بالحفاوه اللي احنا اتقابلنا بيها منتخب مصر اي نعم زعلنا كتير معلش لكن ده كان اصرار ان احنا نكمل مشوار ان شاء الله بنجاح وان احنا نوصل للي احنا وصلنا له خلينا نروح لجنوب افريقيا ونيجيريا تمام كوره جون لنيجيريا الفار مين استدعاك فار ساعتها كان لحلو ابراهيم الجزائري حكم محترم جدا فانا حتى في الاول قلت عاشور لا كان لحلو لحلو ابراهيم انت احكي لي القصه لانه جون تاني والمباراه بتخلص لا ترجع تبقى بينالتي والمباراه بترجع بقى من اول وجديد طبعا الالعاب الفنيه ما ينفعش نتكلم فيها بس هو لا ما تتكلمش فني لا هي اللعبه كانت صعبه في الملعب على فكره الناس مفكرها سهله بس هي كانت لعبه صعبه كلنا ما كانش عندنا شك اللي فيه خطا اصلا خالص ردت بالظبط حسبناها كانت 15 ثانيه من ال 18 دقيقه 18 ل 18 15 ثانيه بهدف انا فوجئت باستدعاء الفار لان انا فوجئت لان احنا في الملعب مش وانت شايفين وانت كنت مساعد ومين انا كنت مساعد فوجئت برضو طبعا انا والله؟ حتى عارف كابتن بيبقى في المباريات عامه يعني انت بيبقى عندك شعور اللعبه دي ممكن يكون فيها حاجه احنا ما عندناش اصلا شك 1% اللي في الخطا اصلا والله ففوجئت بيه فروحت شفت اللعبه انا كنت قايل المدافع لعب فلما رحت ما لقيتش المدافع لعب رحت خلاص بس انت ما خدتش وقت ما خلاص انا رايح انا شفت حاجه في الملعب هو شاف عكسي ايوه فانا خلاص انا عايز اعرف مين اللي لعب المهاجم لعب خلاص عايز اسالك بمنتهى الامانه اتفضل حاجه زي دي ممكن تهز ادائك شويه في الملعب توترك لحظه في الملعب لا خالص 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 انا مركز طول ال 90 دقيقه وارد اللي انت تروح للفار ده مش عيب اولا الفار دلوقتي بقى جزء من قانون كره القدم ده صحيح صحيح مش معنى ان الحكم يروح للفار يبقى معنى كده ان الحكم وحش او هو اخطا لا بالعكس انا المساعد بيساعدني في الملعب بيديني جون وبيديني ركله جزاء وبيديني تسلل ما هو في الملعب مين اللي بياخد القرار بزبوط. الحكم نفس الكلام طاقم الفار بردك بيساعدني بس من خلال الشاشه انا بخرج على الشاشه وبشوف القرار وراجع اللعبه مره واثنين وثلاثه وفي الاخر انا اللي باخد القرار هل حصل مشاكل من اللعيبه ساعتها يا كابتن احمد انت المساعد بيشيل بلاوي في الوقت ده الاعتراضات والحاجات وبتاع بتبقى معظمها عليك حصل حسيت انه في غضب من ناجرين ناجرين معروف ان هم دايما عصبيين شويه ولا الدنيا كانت ماشيه طبيعي اطلاقا يعني هم تقبلوا القرار بمنتهى يعني عندهم كده ما عايز هم شايفين خلاص طالما الحكم طلع للفار وفي ثقه في الملعب من ادائنا لان احنا الكلام ده كان في الدقيقه كام 87 مظبوط فبالتالي هو خلاص هو شايف ادائنا طول المباراه فخلاص بيرسي تاو كان عامل مساعد ليكم في المباراه باعتباره انه مصري وبتحكموا له مباريات في الدوري ولا بتلعب يعني زي اللعيب اكيد بيجي يسلم عليك ازيك كابتن عارفك يعني اكيد طبعا. يعني بنسلم على بعض وحتى يعني واحنا في الكوريدور قبل ما نخش بنسلم على بعض كل اللعيبه يعني حتى مبلولو لسه هكلم الكابتن معروف على مبلولو عشان اقول له حكم له المباراه بس انا عايز اقول حاجه كابتن شوبير ان اللعبه دي يعني رب ضاره نافعه هو بوب جوارديولا نزل تويته على اللعبه على الجون ده اللي هي في 15 ثانيه مظبوط بتتغير لهدف تاني وبيشيد بالفار وطاقم التحكيم ان هو ده اللي عايزين يشوفوه هل دي بتاثر في التقييم يا كابتن امين ولا ما لهاش علاقه
ملهاش علاقه، بس اهم حاجه ان انت خدت القرار الصح، خدت القرار الصح، حققت العداله حتى بعد العوده للفار، حتى بعد العوده للفار. اللجنه عايز اقول لحضرتك، انا كحكم انا بزعل اللي انا بروح للفار. خلينا نتكلم بامانه. انا بزعل لما بروح للفار، فوجئت برد فعل اللجنه غير طبيعي فعلا. اللجنه مش مصدقه ان القرار ده اتاخد كده. موسيس كان تعامله معاك ايه في الملعب؟ احسن لعيب في افريقيا ونجم نادي نابولي الايطالي وحضرتك احنا بنسخن انا واحمد وابو الرجال. اتقال لنا كلمه حلوه قوي. الفرقتين قالوا لنا احنا واثقين وفرحانين ان انتوا هتحكموا الماتش. اللعيبه الجهاز الفني والله واحنا نازلين. فلما منتخبين كبار تفرق ويديك الثقه دي وانت نازل حاجه جميله في في التسخين والاحناء. ده بيديك ثقه، ده انعكس من المباراه الاولى. نعم ده صحيح. وفرحانين اللي انت رايح. بالعكس انا عايز اقول لحضرتك حاجه، اللعيبه النجوم الكبار اكتر ناس بتساعدك في الملعب. نعم، لانه راجل بروفيشنال ومحترف وعارف ايه اللي ليه وايه اللي عليه، امتى يتكلم وامتى ما يتكلمش، وامتى الحكم ده يتهز وامتى لا. هسألك سؤال تجاوبني بعد الفاصل. ماتش انجولا وموريتانيا الاثنين دول كانوا تقريبا شبه الحصان الاسود للبطوله. ومنتخب عربي ومنتخب افريقي، بس برضو لنا فرع ما بلوله في فرقه انجولا وموريتانيا بلد الشعراء، من الفرق اللي عملت نتائج رائعه جدا. المباراه كانت عامله معاك ازاي؟ ما بلوله كان بيتكلم معاك ازاي؟ المنتخب الموريتاني هو بيتحدث اللغه العربيه. اسمع راي الكابتن محمد معروف بعد الفاصل. قبل ما ارجع لسؤال انجولا وموريتانيا، خليني اسالك عن شعورك دلوقتي. الحمد لله والشكر لله، كل الناس بتقول ان احنا عندنا حكمين مرشحين لكاس العالم، كابتن امين عمر، كابتن محمد معروف. وانت قلت نقطه حلوه جدا، انه بعد كاس العالم في الارجنتين للشباب نقطه ومن اول السطر. وكلنا على فكره بنثني على ادائك في الفتره الاخيره في الدوري المصري ده بمنتهى الامانه. يعني قصه انك مرشح لكاس العالم هتشغلها ازاي؟ وانا اعرف حسب معلوماتي، ولو انا بتكلم غلط قولوا لي، انه عشان تبقى مرشح كاس العالم حاجه تانية تسندك انك لازم تبقى حكم وتبقى حكم فار دولي. انا بتكلم صح ولا بتكلم غلط؟ كلام حضرتك صح في بعض الدول. انت حكم فار دولي؟ لا لا انا انت حكم فار دولي؟ لا لا, 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 لا هو في بعض الدول الشقيقه المغرب نعم كده يعني. الحكام اللي مرشحين ان هم يروحوا كاس عالم بداوا يحطوهم في الحكام الدوليين، في لسه الحكام الدوليين الساحه وفي الفار الحكام الفار حلو، بحيث ان الفيفا يبقى هي شايفه ان انا ده لما يروح كاس عالم يبقى عندك اثنين اوبشن كمان، يبقى عندي اثنين اوبشن طبعًا. يبقى هو ممكن انا احتاجه في الملعب. طب انا ما احتاجتوش في الملعب، انا احتاجه في الفار. كويس. خاصه ان احنا من اول الدول العربيه، ما احنا والمغرب والافريقيه بس افريقيا مش كده. نعم. مصر والمغرب بس اللي عندنا الفار. ما طبقنا الفار يعني. كويس. عندنا من الاكسبيرينس وعندنا من الخبره، ما هو كافي ان احنا نقدر ان احنا نديره. وده للامانه يعني ينسب الى الاتحاد المصري. كويس. ان هو اسقلنا الثقل في السنوات اللي فاتت، وخلانا دلوقتي احنا عندنا برضو ان احنا بنقدر نتعامل مع الفار بره في البطولات. نعم. بسهوله. غير بعض الدول اللي لم يطبق فيها الفار. تقنيه الفار. نعم. فطبعا مهم جدا ان الحكام المرشحين لكاس العالم يبقوا متواجدين في الاستين. حاسس بنسبه ان يكون في الاثنين، في الفار وفي الساحه. حاسس بنسبه قد ايه انه ان شاء الله باذن الله بدون مقاطعه ممكن ربنا يكرمك وتكون في كاس العالم؟ ومطلوب ايه غير القصه دي عشان يبقى في مسانده ليك؟ والله انا نسبه ان انا اروح يقيني بالله وفي امكانياتي ان شاء الله يعني عندنا امل كبير. حلو. ويصل الى 100% او 99% يا رب ان شاء الله، وجه الله وفي مجهودنا ان شاء الله. ان احنا ان شاء الله نبقى متواجدين. كويس. لان احنا الموضوع ده مش وليد الصدفه، او احنا دلوقتي هنشتغل عليه. ده صحيح. احنا في تارجت وفي هدف قدامك بقالك سنوات طويله بتدور ان انت توصل ليه. نعم. ممكن تكون تاخرت شويه. نعم. ممكن تكون مثلا. وانت كم سنه دلوقتي يا كابتن معاذ؟ انا 37. لسه بدري. انا يعني اعتبر اصغر واحد في القائمه غير الجيل اللي طالع يعني. كابتن محمود ناجي اللي بعدي. وكاليستا من 2014 برضه. يعتبر ادم واحد انا والكابتن البنا. ما شاء الله. يعني 10 سنين دلوقتي ما شاء الله. 10 سنوات في القائمه. الايام بتجري. فاللي انا بتكلم فيه ان انت هو ده الهدف. نعم. السنين بتعدي بس انت بتقترب من، خاصة بعد وجودك في كاس العالم الارجنتين. صحيح. هم خدوا خلفية كويسة. نعم. وان شاء الله فينا ان احنا نمسك. كمان كان عمرو الشناوي كان معاك على الفار على بطولة ممتازة ساعتها. طيب اجي لك انت بقى.
لانه كل العيون رايحه للكابتن امين عمر. يعني مثلا قلنا مرشح اول مرشح تاني، قول كابتن امين عمر مرشح اول، كابتن محمد معروف مثلا مرشح تاني. وانا اعلم مدى الظلم اللي وقع عليك في كاس العالم اللي فات، وانك كنت حزين جدا ومتالم جدا. اولا حاسس ان ربنا بيجيب لك حقك، نمره اتنين شايف نفس السؤال لكابتن محمد معروف، فرص الوصول لكاس العالم كحكام. يعني انا قلت مع الافاضل اللي قبلك انه كابتن امين عمر، كابتن معروف، كابتن ابو الرجال، كابتن احمد حسام طه، كابتن عاشور، ان شاء الله دول يكونوا الممثلين بتوعنا في كاس العالم القادم باذن الله. وطبعا الحمد وايه المطلوب عشان انا يعني النهارده اكيد اتكلمت مع الدكتور اشرف وفتحت له قلبكم وهو فتح لكم قلبه، ايه المطلوب عشان الناس تبقى فرحانه بيكم وتساعدكم؟ وطبعا الحمد لله في الاول وفي الاخر ما كانش في نصيب في كاس العالم اللي فات، ولعله خير ربنا شايل لي الاحسن، ودايما ربنا بيجيب الاحسن. انا بتعب وبشتغل، اي نعم بيحصل شويه زعل شيء طبيعي، واي حكم عنده طموح، طموحه طبعا هو يروح كاس عالم. فانت لما تبقى في الليسته وتتشاف سنه دلوقتي يا كابتن 38 تمام، كنت في الليسته الاولانيه والليسته الثانيه وفي الاخر ليسته خالص الفاينل ما كنتش موجود. طبعا قدر الله ما شاء فعل، قدر الله ما شاء فعل، ما يئستش. وطبعا انا بشر ولازم ازعل واتضايق، اشتغلت من جديد وقمت على رجلي من جديد وتعبت ومركز لهدف ان شاء الله ربنا يكرمنا وروح كاس العالم اللي جاي ان شاء الله. التعاون اتفضل كمل. طبعا الدعم دعم الدوله طبعا. حضرتك لخصتها مع الاخوه اللي قبل كده في كلمه واحده، كابتن هاني، كابتن هاني ابو ريد. تمام بس قايم بدوره شيء طبيعي طبعا، هو اقدم عضو في الكاف وفي الفيفا. وعلى فكره ده حق زي ما بيحصل مثلا من استاذ فوزي الاخضع في المغرب. وانا بحييه على ده، على فكره ده حاجه تحسب له. يعني كل واحد بيدافع على اولاد بلده. كل واحد في منصبه بيدافع عن اولاد بلده. وهم دول حتى انت كويس. فانت هتديله الفرصه ولما يجي يتكلم لا بيتكلم بثقه. قد ايه فكره كاس العالم شغله دماغك يا كابتن احمد؟ طبعا يعني هو ده الحلم، حلم اي حد يعني بيلبس شاره دوليه انه يروح كاس العالم طبعا. فبالتالي احنا برضو انا من 2014 في القائمه. انا بشوف ان الفيفا، كابتن امين بقالك قد ايه دولي؟ انا 2017 ما شاء الله. انا بشوف ان الكاف لان لازم عشان تروح بطوله كاس العالم لازم تكون عديت على بطولات صحيح قبليها مع الفيفا. دي البطوله الافريقيه رقم كام ليك؟ ثلاثة ثالثة. الحمد لله حضرتك دي البطولة رقم ثالثة. كابتن معروف اثنين بطولتين. فبالتالي انت هتلاقي كابتن التحكيم المصري شارك في كاس العالم للشباب الارجنتين، كاس العالم للناشئين اندونيسيا، الاولمبيات تمام، كاس العالم الكبير بالرجال. فالفيفا شافت الجروب الجروب ده اللي هو معروف طبعا، حضرتك عارف ان هو راح الارجنتين وامين كمان راح البرازيل، البرازيل للشباب بالظبط. فالتيم ده خلاص هو هو خبرات بما خدنا خبرات فبالتالي الفيفا شايفانا عندها طبعا عندها فيدباك عليه عننا. فبالتالي ان شاء الله بشوف ان هي فرصه كبيره. والنهارده الدكتور اشرف صبحي قعد معانا قبل التكريم جميل نص ساعه لوحدنا. جميل والله. جميل جدا. انا بشكره جدا بصراحه واهتمام. على فكره انا سالت وكنت اقصد اسال الافاضل اللي قبلكم، كرمته ماديا؟ لا، قالوا لي وده اسعدني لانه قصه السلطانيه دي بقت تضايقني جدا. الدرع النحاس ده يعني اصل برضه حسسني يا اخي. يعني ده مهم يعني. دي حقيقة يا كابتن. والتكريم معنوي كمان طبعا. بشوف ان هو بيدوم لان الوزير لما يجي النهارده يكون في استقبالنا واكيد اكيد طبعا. انا متفق مع حضرتك تماما، بس انا بشوف ان الوزير اللي هو ممثل الدوله طبعا. ممثله في الوزير هو بالنيابه عن الدوله. ايوه بالظبط. ان هو يجي لنا النهارده لو لعيب عندي خد ميداليه بتعمل له البدع، فالحكام كمان من حقهم يعني. بالظبط يا كابتن. فبالتالي هو النهارده قال لنا ايه اللي انتوا عايزينه مننا علشان تكونوا ان شاء الله موجودين في كاس العالم. ارجع لانجولا وموريتانيا، لقيت صعوبه في المباراه وجود مابولولو ريحه ولا ريحك؟ يعني وجودك انت كحكم مابولولو كان يعني حاسس ان انت ما هو انت بتحكم له ماتشات في الدوري، في المقابل الاخوه الافاضل في موريتانيا عرب. هل المباراه كانت بالنسبه لك شايفها سهله لانه ما بقتش في مباراه سهله في البطوله كلها؟ طبعا هو يعني سهله تحكيميا قصدي مش هو قبل المباراه لازم انت تقرا الفرقتين كويس كويس، لازم تعرف التكتيك بتاع الفرقه ده والتكتيك بتاع الفرقه دي. انت بتتكلم جد يعني بتتفرج على الفرقتين؟ والله، واعرف نعرف ازاي بيلعبوا ايه طريقه اللعب علشان تحركاتي في الملعب
والله قبل المباراه لابد ان احنا نقرا التيمين حلو التيم لازم اقرا كويس واعرف انا ده بيتحرك ازاي بيلعب ازاي بحيث ان انا ابقى تحركي في الملعب ومين اللاعب الخطر ومين اللاعب اللي جوه ال 18 ممكن يعمل مخالفات مين السريع اللاعب السريع حتى لو هو بره اول ما يخش أول ما مثلا بدايه الشوط الثاني اعمل حساب ان ده سريع لازم ان انا اتحرك او مجرد ما ياخد الكره بقى انا اتحركت لو انا ما عملتش كده كابتن احمد انا اتوه في الملعب طب ده بصفه عامه ما بقولوله للامانه هو لعيب محترف ولعيب محترف طبعا ولعيب انا عن نفسي بحترم لعبه طبعا وجوده طبعا اكيد انا بالنسبه لي بيريحني خاصه ان هو يعرفني كويس وانا مألوف بالنسبه لي فطبعا ويتكلم شويه مصري عربي اتعلم طبعا المباراه ما كنتش متوقع انها تبقى بالريتم السريع ده قوي وموريتانيا كان منتخب جميل جدا طبعًا. وقوي جدا ما حلفوش الحظ في بعض المباريات ولكن للامانه في الملعب حضرتك لو الشوط الاول انت تعادل طلع درو الشوط الثاني 2-1 3-1 3-2 مباراه حلوه حتى نهايه حتى الرمق الاخير انت بتحب تبقى المباراه مثيره يا كابتن بتحب المباراه تخلص بدري لا 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 جدا خلصونا بدري قلت لنا جونين ثلاثه وخلصنا لا يا كابتن احمد ليه الكره السريعه واللاعيبه المحترفه ما فيش وقت ان هو يعترض وهجمه هنا وهجمه هنا ما فيش وقت ان هو يعترض والماتش اللي بيبقى متعلق باللغه العاميه او اللغه الكرويه الفرقه دي عايزه تلحق تتعادل عايزه تكسب وده عايز يكسب عايز يامن فبالتالي انت كحكم بتبقى هو شايلك من حساباته ومش فاضي طلعوا راضيين عن ادائكم الاثنين الفرقتين يا كابتن بالجهاز الفني حضرتك اتفرجت على الماتش بعد المباراه جم سلموا على طاقم التحكيم ممتاز ولم يحالفني الحظ ان يبقى متواجد معايا اخويا احمد حسام والكابتن محمود ابو الرجال وكان كابتن لا والله مهم ولكن كان معايا اخواتي برضو اشقاء كابتن عطيه من ليبيا الشقيق والكابتن خليل من تونس الشقيق وكان معايا الحكم مربع برضو ليبي مش متعودين في بيتها في بيتها في بيتها في بيتها في بيتها طيب محمد صلاح كلمك فعلا؟ احنا بعد مباراة الافتتاح واحنا في الطريق طبعا الطريق كان زحمة جدا لقيت محمد احمد اللي هو المدلك ده حكم زميلنا بيكلمني وكلم ابو الرجال وقال لي خد كلم فبنتكلم قالوا مبروك يا كابتن امين ومبروك للرجالة وكلم واحد كل واحد الله. وكان فخور بينا جدا وقال لنا استمروا على كده وحاجة حاجة محترمة وحاجة تشرف ويريد تفضلوا كده على طول ان شاء الله فعلا اكيد مكالمة كان لها وقع جميلة عليكم كلكم يا جميلة هو عملها معنا برضك البطولة اللي فاتت واحنا في الكاميرون والله في الدور ال 16 كان عندي غينيا وجامبيا بعد الماتش لقيته برضك كلمنا فيديو كول والله العظيم انا واحمد وابو الرجال وعاشور والبنا كنا مع بعض وكلمنا وقال لنا انا معاكم وبسانيكم واي ماتش انتوا بتلعبوه في البطوله انا بشجعكم واستمروا على كده وطبعا لما نجم كبير زي محمد صلاح يكلمنا طبعا حاجه جميلة كويسه جدا لينا يعني بيمثل لنا ميسي زي ميسي وزي كريستيانو واكتر طبعا انا بقول لك بيمثل لنا يعني كابتن شبير وده نابع من مسؤوليه محمد صلاح طبعا مصريته يا اخي انتمائه ايوه لان وطنيته لان في بعض الناس ظلمت محمد صلاح هو مش مضطر ان هو يكلمنا لكن محمد صلاح من باب شعوره بالمسؤوليه ووطنيته كلمنا واحد واحد عايز اسالك بقى بجد منكد عليكم شويه بقى شوف عمال الصياطكه اهو من الصبح مش متعودين شويه شويه نكد بقى خفيف كده الرايه بتاعت الاهلي ما انا بقى ارجعك بقى للستريس اللي هنا بقى شويه الاهلي وفيوتشر والفاينل اسف سيمي فاينل كان الفاينل السوبر الرايه وانا قريت لك تصريح ان انت كنت شايفها ومتاكد انها تسلل دي حقيقة ايه اللي حصل؟ انا بص كابتن شبير لما رجعتها بعد كده تأكدت انه كان موقفه صحيح انا كابتن شبير الحكم المساعد هو اهم حاجة عنده التمركز هذا انا فاكر كان زميلنا محمد الشاذلي بيعلق ساعتها قال لك احمد حسام طه ما ترجعش وراه انا احرجته لا عادي محمد الشاذلي انا مشكور جدا على كلامه بصراحة وثقته يعني فبص كابتن شبير التمركز اهم حاجه عند الحكم المصري صحيح اللعبه دي ما كانش عندي شك انا يعني حتى انا قعدت اتفرجت عليها كتير لان ما عنديش شك فيها بس ايه اللي حصل في اللعبه دي بالذات ان هي كانت تسلل بكعب الرجل اللي غطى كعب الرجل المدافع مظبوط فانا شايف جسمه كله
بالكتف بمقاس جزمه 42 ولا 43 بشعر طويل شويه حرام يعني بالظبط. بس كابتن لعبه مودست يعني كان ليها اثر ايجابي عليا ان هي خلتني اتعرف اكتر في الشارع كله بيسالني على مودست. كويس انه في فار لعبه الزمالك والمقاولين. ما انا قلت لك هنكد عليكم شويه ما هو مهم شويه. لا والله انا بتكلم عشان بس الناس تعرف انه بيبقى في ضغوطات احيانا انه يبقى في رؤية انت شايفها وهكذا يعني. لما بتراجع نفسك فيها بتحس انه قرارك كان صحيح يا كابتن امين وانه لولا الهيصة انه الصوت كان طالع واو ما كانش حصل لها القصة دي كلها؟ هي طبعا اول حاجة قصة الصوت هي اللي عملت الازمة دي كلها. نعم. تاني حاجة هو لمسة اليد ليها اعتبارات. نعم. الاعتبارات بتاعتها مش موجودة خلاص انا خدت القرار. بس انت مقتنع ان قرارك كان صح؟ هي القصه مش الناس فسرت انه جزء جوه وجزء بره وكده. القصه يعني مش قصه جوه وبره خالص. نعم. القصه في لمسه يد ولا لا. اوكي. من الاساس في اعتبارات وفي ابديت في القانون. أيوة. في حاجه اسمها اليد المبرره حركه الجسم. هل هنا الايد دي مبرره ولا لا؟ نعم. بس كده انا شفت في اعتبارات لمسه اليد موجوده ولا لا. لكن الكلام اللي كان بيحصل كان بيبقى رد على الكلام البار مع محمد عادل. بس طبعا ما كانش ينفع للحديث يتذاع كده يعني. ما كانش ينفع يتذاع كده. عندنا يعني اهلي احنا في البطوله كمان ما فيش الكلام ما بيتذاعش. ده صحيح. عندنا اهلي وزمالك خلال كام يوم سالت الكابتن البنا حكم ماتشين قلت له نفسك تحكم الثالثه قال لي العشره. حضرتك حكمت مباراه اهلي وزمالك. حكمت اهلي وزمالك مره. هل نفسك انك تاخد اهلي وزمالك الجاي بجمهور وفي السعوديه واول مره ونهائي كاس ولا الماتش ده ممكن يخليك مقلق شويه؟ اي حكم مصري ممكن يلعب الاهلي والزمالك. اي حكم مصري؟ لا انا بكلم امين عمر دلوقتي. طبعا اي حكم في مصر يتمنى اللي هو يلعب اهلي وزمالك طبعا. نعم. لكن اي حكم دلوقتي في مصر جدير اللي هو يلعب اهلي وزمالك. طيب كابتن محمد معروف انت ما خدتش اهلي وزمالك خدت رابع. نعم. ما خدتش الماتش لحد دلوقتي. نعم. حاسس انها بالدور؟ حاسس انه الدور جه على محمد معروف؟ الناس خدت الكبار المحترمين يعني كابتن ابراهيم نور الدين خد، كابتن امين عمر خد، كابتن البنا خد، كابتن محمد الحنفي خد. نعم. وانا زعلان جدا على موضوع كابتن حنفي ده لانه بيتعامل معامله مهينه ولابد اتحاد الكره انه يتدخل. ما ينفعش الناس تبقى خواتمها بالشكل السيء ده وتربص من بعض الاعضاء في اللجنه مش من المصريين. شوفوا بقى الباقيين يبقوا مين. ما علينا. مستني الدور؟ مستني انه يتم تكليفك بهذا اللقاء؟ والله كابتن احمد كلمه مستني الدور دي بتبقى صعبه عليا. معلش وانا انا بقول الحقيقه. لا والله يعني انا لا هي ما تزعلش مني لانه انا قلت دول كلهم اخذوا. نعم. ففي دور ملوش علاقه بالكفاءه والله مش قصدي. نعم. بس نعم. انا بقول انه كل الكباتن اخذوا الماتش. فاضل محمد معروف الدولي الوحيد تقريبا. نعم. لسه محمود ناجي لسه يعني بالنسبه للمستقبل الغندور ما اخذش برضه. اه مظبوط اتفضل. لكن حضرتك بتتكلم على الجيل القديم. ما احنا نعتبر الجيل القديم طبعا. نعم. اخويا ناجي وعاشور هم جم بعدينا يعني. نعم. برضه لكن الجيل اللي هو 2014. نعم. ده الجيل القديم. نعم. يعتبر انا الوحيد اللي لسه ما لعبتش. نفسك تلعب المباراه؟ مين ما يتمناش كابتن احمد حضرتك يعني. ما شاء الله كنت بتمتعنا وانت في الملعب. مين ما يتمناش يلعب اهلي وزمالك؟ انا لعبت الترجي والنجم ثلاث مرات. ايوه صحيح. يعني يعتبر من الحكام القلائل في افريقيا. ماتش هايل كمان. اللي لعب في الكاس. نعم. وفي الدوري وفي نعم. في دوري الابطال. لكن ما مش زي الاهلي والزمالك. الاهلي والزمالك طبعا يعني كبار الانديه في الوطن العربي. نعم. لما حضرتك طبعا شرف لاي حكم. ولكن مش هقول دور، هقول ان شاء الله ربنا ممكن لسه ما رضيش، لكن لما يريد نحن على قلب الحدث. حلو. وكفيلين ان شاء الله بكفاءتنا باذن الله بعد الخبرات دي كلها ان احنا ندير مباراه زي كده. سؤال اختياري. نعم. اللجنه مريحاكوا ولا الكلام اللي بيتقال والاجانب والمصريين وعندنا كفاءات و و و يبقى افضل لو حكام مصريين؟ احنا ازاي بالظبط يعني في عدد المباريات اللي بتاخدوها؟ طبعا. يعني ما شاء الله يعني احنا من 11 اسبوع انا لعب 3 بس اتوقفت 40 يوم وبعد كده لعبت ماتش بعد كده الزمالك 40 يوم وبعد كده لعبت ماتش وبعد كده 40 يوم تاني وبعد كده لعبت ماتش تاني. لا ما توقفتش. بس يعني لسه الدور ما كانش جه عليا بعد 40 يوم. فانت كل فتره بتلعب ماتش. ثلاث ماتشات بتصدوا. من 11. نعم. وانت رايح بطوله كبيره فطبعا عدد قليل. طب انا وقت خلص بس قول لي في ثانيه. متفق مع كلام كابتن؟ انا بشوف ان احنا بنلعب في افريقيا اكتر من الدوري المصري. تلعبوا في افريقيا اكتر من الدوري المصري كابتن معروف؟ كابتن لابد من ثقل الحكم في مصر ولابد الحكام النخبه
النخبة ان يديروا مباريات قوية حفاظا على حالتهم الفنية وحالتهم البدنية وحالتهم الذهنية. نورتوني وشرفتوني، بشكرك كابتن معروف، بشكرك كابتن احمد حسام طه، بشكرك كابتن امين، شكرا كابتن، ودايما موفقين والله. ان شاء الله هستضيفكوا وانتوا راجعين من كاس العالم ان شاء الله، ان شاء الله خير باذن الله. بشكركم شكرا جزيلا، ده كان اقل شيء نقدمه للوجوه المصرية المشرقة المشرفة اللي بجد شرفتنا في كأس الأمم الإفريقية كده. تمام، سلام.